أنا ومحمد وصاحبي مينا كتاب بيعبر عن الوحدة الوطنية ومفهومها وأهميتها عند الطفل، وده جه من خلال احتكاكي بأولادي لأن هم في مدارس رهيبات ومعظم زمايلهم في المدارس أقباط. فحسيت من صداقتهم قد إيه مهم جدا أن يكون في عندهم وعي ووعي بأهمية الوحدة الوطنية ومفهوم المواطنة. لو زرعت ده بين الصغر عند الطفل لما يكبر هيتقبل الآخر ويتعايش معاه في حب وسلام، وعمرنا ما هنسمع عن فتنة طائفية. بقول في أول بيت في قصيدة أنا ومحمد: أنا ومحمد وصاحبي مينا أحلى صحاب إحنا لبعضينا، وفي أفرحنا وفي أحزاننا مع بعض ودايما تلاقينا. أنا ومحمد وصاحبي مينا وسط شارعنا زرعنا شجرة طرحت حب وود عليه، طرحت حب وظل علينا. أنا ومحمد وصاحبي مينا. هذا الكتاب بيتضمن أيضا قصائد عن الوحدة الوطنية وإزاي ممكن يقرب الطفل المسيحي إلى المسلم أو المسلم إلى المسيحي، لأن دي قضية عشان تتحل فعلا حل جذري لابد أن الإعلام يساهم فيها بدور رئيسي. وأنا بقول المسألة مش عاوزة يعني مقالات تتناول المسألة بشكل مباشر، إنما يعني إن إحنا وإحنا بنحكي حدوثة نحط أسماء المسيحيين مع المسلمين يعني كمشاركين في الحياة اليومية والحياة العادية، لما تكون في نماذج جيدة للتعاون يعني نركز عليها بصرف النظر عن هم عملوا إيه دينيا، إنما هم عملوا إيه اجتماعيا وحياتيا، يعني اللقطات اللي دايما فيها هذه المشاركة. اليوم في هذا الديوان أو هذه النصوص الموجهة للأطفال بترصد لنا إشكالية خطيرة وموضوع خطير، وهو الوحدة الوطنية أو كيف نحافظ على النسيج المصري الواحد حتى نبني مصر جديدة ومصر المستقبل والحلم. والكتاب كله على بعضه بيناقش كيف نربي طفل من خلال القيم ومن خلال التأسيس والتجذر في مسألة الوحدة الوطنية والنسيج المصري الواحد، إن كان في مسألة المدرسة، إن كان في بعد ذلك في الإعداد وفي الثانوي. أنا أعتقد أن الموضوع مهم للغاية، وهو مستقبل مصر وطفل ما بعد الثورة.